أهلا بكم. أفادت شركة النفط الوطنية الكورية بأن العراق جاء خامس أكبر مصدر للنفط الخام خلال شهر آب الماضي. وذكرت الشركة أن السعودية جاءت ضمن أكبر مصدر لكوريا الجنوبية خلال الشهر الماضي، فيما حل العراق بالمرتبة الخامسة كأكبر مصدر للنفط خلال شهر آب، وبصادرات بلغت 8886 مليون برميل، مرتفعا بنسبة 28.9% عن نفس الفترة من العام الماضي 2023. كشفت شركة المشاريع النفطية في وزارة النفط الحالية عن وجود خلافات بسيطة حول أنبوب النفط العراقي الأردني بين البصرة العقبة، وينفذ مشروع مد الأنبوب عبر مرحلتين، الأولى بمده من محافظة البصرة العراقية إلى منطقة حديثة غرب العراق، والثانية بمده من غرب العراق إلى أن ينتهي في ميناء العقبة الأردني لتصدير النفط إلى بقية العالم. وكان من المقرر إنشاء مدينة اقتصادية مشتركة بين العراق والأردن من شأنها تعزيز التبادل التجاري وإقامة مشاريع صناعية وأخرى استثمارية على الحدود، لكن المشروع لم يبصر النور حتى الآن، وتواصل الدولة المساعي لتحويل المشروع إلى أرض الواقع فعلياً. أفاد موقع جلوبال إيكونومي بأن العراق جاء في المرتبة 37 عالمياً والسادس عربياً بعدد القوى العاملة للعام الحالي 2024. وأشار الموقع إلى أن أكثر من 17 مليون شخص من القوى العاملة يوجد في العراق خلال العام الحالي، كما احتل العراق المرتبة السادسة عربياً بالقوى العاملة بعد مصر التي جاءت بالمرتبة الأولى، تليها السودان ومن ثم الجزائر والسعودية، وتأتي المغرب خامساً. أعلنت اللجنة المالية النيابية المباشرة بمناقشة جداول موازنة العراق للعام 2025 مطلع شهر تشرين الثاني المقبل. وقال عضو اللجنة المالية محمد نوري إن اللجنة جددت التأكيد على أن رواتب الموظفين مؤمنة بشكل كامل لنهاية السنة الحالية، ولا يوجد فيها التلكؤ بحسب قوله ووصفه، مشيرا إلى أن اللجنة ستباشر مناقشة جداول موازنة عام 2025 مطلع شهر تشرين الثاني المقبل من أجل ضمان رواتب الموظفين وتخصيصات المشاريع وكذلك التزامات المالية الأخرى. خفضت وكالة ستاندرد أند بورز للتصنيفات الانتمائية تصنيف إسرائيل على المدى بعد أيام، حيث صنفتها A إلى A+ الطويل من قليلة من تخفيض وكالة موديز تصنيف تل أبيب الانتمائي، وهو ما اعتبرته صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية ضربة قوية أخرى للاقتصاد الإسرائيلي، حيث غيرت وكالة ستاندرد أند بورز التي تعتبر من أكبر شركات التصنيف الانتمائي في العالم، غيرت نظرتها المستقبلية لاقتصاد إسرائيل إلى نظرة سلبية، وأرجعت القرار للمخاطر الأمنية المتزايدة في ظل تصاعد الأحداث في الصراع مع حزب الله، بالإضافة إلى خطر اندلاع حرب أكثر مباشرة مع إيران. نتابع الآن أسعار العملات والمعادن.
إلى اللقاء.